جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أيضا: أشعر بالندم والخوف على سنوات عمري التي مرت دون أن أصلي ودون أن أصوم، ماذا أفعل حتى أكفر عن تلك السنوات التي لم أصلي فيها ولم أصم؟ وهل يغفر الله ذنوبي ويقبل توبتي وعبادتي وأعمالي من ذكر وصلاة، علما بأنني كنت عاصية لله تعالى؟ نعم، هذه علامة خير، الندم على ما حصل من المعاصي والتقصير هذا علامة خير، وهو من شروط التوبة، لأن من شروط صحة التوبة الندم على ما فات. ولكن اعلمي أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، وأنه يغفر للتائبين ويقبل توبتهم. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التوبة تجب ما قبلها، فأبشري وأملي خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يغفر لمن تاب وأناب.